شاركت 6 رؤوس اندفعت على بركة الله في هذا الشوط. جياد الانتاج السعودي الهانديكاب المفتوح على مسافة 1200 متر وقيمة الجائزة 100,000 ريال. شرحبيلة الفرس الوحيدة تبدأ الانطلاق السريع الآن مع المسار الداخلي في وجود على هواي في المركز الثاني في المنتصف، فيما أيضا محاولات حايم للتقدم مع غابط أيضا في المركزين الثالث والرابع، وباتوع ياتي أيضا في المرتبة الخامسة، فيما شرحبيلة في الصدارة تقود الجياد على هواي في المركز الثاني ملاحقا أيضا، وغابط ياتي في المركز الثالث محاذيا لحايم مع قدوم باتوع. تنافس هذه الأسماء في شوط إنتاج السعودية مفتوح هانديكاب 400 متر الفاصلة. شرحبيلة تذهب بالشوط أم لغابط وغيره؟ حايم كلمة في هذه المواجهة. باتوع يبدأ الاستحداث الآن مع محمد سعيد شرحبيلة مع حايم، الصدارة لشرحبيلة حتى الآن. حايم يندفع بكل قوته إلى خط النهاية. حايم بالفعل مشاهدين الكرام هو بطلا